بعد قطيعة دامت لأكثر من 9 سنوات، حطت أولى الطائرات التابعة لوزارة الدفاع على مدرج مطار الموصل الذي أعيد تأهيله مؤخرا، لتعلن الوزارة نجاح أولى الخطوات بإتمام مشروع المطار. كانت خطوة عملية جادة لفحص مدرج المطار، والحمد لله كل الأمور بخير ونجحت العملية. كذلك نقلت السيد المحافظ والشركة العاملة رغبة دولة رئيس الوزراء بأن ينتهي هذا المشروع في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي المحافظة ولخدمة العراق. من جانبها بيّنت الإدارة المحلية لنينوى أن هنالك جهات لم تسمها تقف عائقا وتعرقل المشاريع الاستراتيجية في الموصل، لكنها ماضية بإنجاز جميع المشاريع بحسب تعبيرها. هناك أجندات معينة ما تريد للموصل أن تعود للحياة، وهي كل مشروع هاي الجسور، وأيضا بفضل وزارة الدفاع وقفوا معنا كنا نعبر على جسر واحد عسكري كل المحافظة. الآن شوفوهم كم جسر وشوفوهم ايش قد يحشون. هؤلاء اليوم يعني أنا أعتقد جازما يوم حزين عندهم. ووفقا لمصادر محلية أن مشروع مطار الموصل الدولي سينجز نهاية العام الجاري وبمواصفات عالمية بعد نجاح تجربة مدرجه الذي أصبح جاهزا أمام الطائرات. عمر أزيدي، وان نيوز، الموصل.